السلام عليكم. وعليكم السلام. اذا روش الرواية تاع اليوم السي حسن. هي بالذات وصفات. كملوا غير حسن تاعنا. أيها الإخوة الأحرار، تتواصل المعارك والاشتباكات في كل شبر من أرضنا الطاهرة، ويسجل جيش الوطني والفدائيون في كل يوم يسجلون انتصارات جديدة ضد الجيش الفرنسي، ضد قوى الشر والطغيان، ضد أعداء الإنسانية الذين يريدون إبادة الشعب الجزائري، منع الشعب الجزائري بقوة الحديد والنار على أن يعيش حراً سيداً في بلاده. أيها الإخوة الأحرار في كل ما يعاونكم سيدي الحاج، الله يعاونكم بما يملك من قوة مادية وعسكرية وسياسية، يتلقى اليوم في الجزائر وعلى يد أبطال جيش التحرير وكل المناضلين الجزائريين، يتلقى اليوم ضربات مميتة في الجبال، في السهول، في المدن والقرى والعواصم، ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت أن تمنع الشعب الجزائري أن يواصل زحفه المقدس. حسن، واحد الراجل تيحو مستعليك علي أنا يا إيه؟ تعرفيه ما قالك والو؟ وأنا منين نعرفه؟ بصح قالك على السبعة يرجع. شكون هذا اللي جا حوس عليا في هذا الوقت؟ اسمعي فيها يا لالا، كاش عامل هذا الراجل؟ قولي لي، طويل سبيل قصير ولا كيفاش؟ بابا ولا هنا اش كنت انت؟ كيفاش هذاك السيد اللي جا حوس عليكم؟ واش بيه؟ نقول يدخل. اسمح لي يا سي حسن، ما قدرتش نستنى برا. تفضل. ياك غير الخير. خير. جيت مبعوث ليك يا سي حسن، والإنسان اللي وصاني يعرفك مليح، شكر لي فيك بزاف. وقيلا كان حبيبك في واحد الوقت، قال لي كي تحتاج حاجة ولا تضيق بيك اقصد سي حسن. اما نطلعش شكون هذا البنادم هذا؟ ما نجمش نقول لك اسمه. كيفاش ما تنجمش تقول لي اسمه؟ الظروف ما يساعدوناش. عندنا الثقه فيك سي حسن، وبلا شك اللي راح نطلبه منك توافقني فيه، على خاطر هذا الشيء واجب عليك وعليا. بعتوك الخاوه ها؟ نعم. واش راهم العباس؟ ها؟ اسمح لي دقيقة. ديرهم الخاوة هادو ما وقول لهم ربي يسترهم إن شاء الله. من على سيامات عاودوا لي نزيد لك 20,000 ان
بصح غير بيناتنا على بالك ما تقولش واحد. شوف عقلو معلوم من عقلو هذا سي احمد وليد سي رزقي. راهم يحوش عليه هو العسكر. عسكر نعم يلزمنا نخبوه شي يامات حتى ينساوه. ايه خبيوه خبيوه شوفه مليحه خبيوه. وعلى هذا الصغار بعتوني ليك عندهم الثقه باش يبقى في دارك شي يامات. يقعد هنا في داره. نعم إذا حبيت معلوم يحب بلا مزية يا أخو يقعد بزاف. هو ما يكترش بالحارة 15 يوم ماشي حاجة على خاطر ما يخفكش هنا في الدار شوية ضيق وعندي فاميليا كبيرة تعرف الدراري والمرأة والنساء والدنيا. نقول أنا ما يعجبوش الحالة ما نظنش في دارك ولا يحكموا دوك الوحوش. إيه دوك الوحوش معلوم يا يا الخو واش واسع حاجة كبيرة شافة ما راهو شاف ما يدعوته كبيرة الحارة شافوه يفرق كواغط السنديكة بيعوه رمي حوسوا عليه. ولو كان ما جاش عنده شوية مرض الضيقة كان يقدم روحه ليهم ماهيش حاجة كبيرة اللي باش بنادم يخاف منها. ماشي حاجة وين نصيبه غدوة إن شاء الله الملقى في قهوة الجماعة للتسعة تلقى إنسان يقرأ في جرنان أتقدم ليه وقول له سي تشاد. سي تشاد نعم أعطينا الجريدة ورسك لمن موسى. سي تشاد سي موسى احمد. اشكون احمد؟ احمد السنديكة ما وصلكش عليا ما قالك والو. اسمع انا ما نعرف لك ما نعرف لا انت لا السنديكة ولا احمد. اسمع هذا قيل لي تشاد. سي تشاد احمد سنديكا. احمد سنديكا وين راه؟ او بارسلوبيا.